التعامل مع ملفات الخطوط وإضافة خطوط مايكروسوفت. في هذا الجزء سنتعرف على عدة طرق للتعامل مع ملفات الخطوط وكيفية إضافة خطوط مايكروسوفت. ومن هذه الطرق استخدام برنامج فونت فيور المرفق مع التوزيعة، أو تثبيت خطوط مايكروسوفت من خلال الحزمة TTF MS Core Fonts Installer، أو تثبيت الخطوط بالتعديل المباشر على مجلد الخطوط ضمن النظام وهو /user/share/fonts. هناك طرق عديدة لتثبيت الخطوط، ومن هذه الطرق استخدام برنامج فونت فيور المرفق مع التوزيع. هنا سنقوم بالذهاب إلى الجزء الخاص بنظام الويندوز، وبالذهاب إلى المجلد الخاص بنظام الويندوز، ثم المجلد الفرعي فونتس. نجد هنا الخطوط الموجودة ضمن نظام مايكروسوفت. بإمكاننا اختيار أحد هذه الخطوط مثلا، مثل خط Arial، وبعمل Right Click واختيار Open with Mate Font Viewer. وهذا البرنامج يقوم بعرض الخطوط المختلفة، وكذلك هناك إمكانية لتثبيت الخطوط. سنقوم باختيار Install، ونلاحظ أنه لم يتم تثبيت الخطوط، وهنا نحن بحاجة إلى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالخطوط. ولعمل ذلك سنقوم بفتح برنامج الطرفية وكتابة هذا الأمر: sudo ثم فراغ fc cache فراغ minus fv. وننتبه أن يكون الكتابة small letter ووجود الفراغ هنا، وهذا الأمر يعني أن ننفذ الأمر كسوبر يوزر من خلال sudo ثم عمل تحديث لقاعدة البيانات الخاصة بالخطوط. الآن أقوم بكتابة Enter وأقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بالمستخدم. ننتظر إلى حين تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالخطوط. هنا تم تحديث قاعدة البيانات. ولو عدنا إلى الخط السابق وقمنا بعمل Right Click ثم Open with Mate Font Viewer، نشاهد أنه تم تثبيت الخط. نستطيع مثلا تثبيت خط آخر بعمل Right Click. الآن باختيار Install نجد أنه تم تثبيت الخط. هذه هي الطريقة الأولى لتثبيت الخطوط بشكل مباشر من خلال برنامج Font Viewer المرفق مع التوزيع. سنقوم الآن بتثبيت خطوط مايكروسوفت من خلال برنامج مدير الحزم، ولعمل ذلك لابد من وجود الربط على الإنترنت، ولأنه سيتم تنزيل هذه الخطوط من الإنترنت. وأود التنبيه إلى أمر مهم، أنه إذا كان الربط على الإنترنت من خلال ما يسمى بوكيل الشبكة أو بروكسي، فيجب وضع إعدادات البروكسي لبرنامج WGET، لأن هذا البرنامج هو المستخدم في تنزيل الخطوط من على الإنترنت. لذلك إذا كنت تستخدم بروكسي للربط على الإنترنت، سنقوم بتشغيل برنامج الطرفية وكتابة هذا الأمر: sudo أي تشغيل الأمر كسوبر يوزر، ثم xdd وهو اسم محرر النصوص على هذه التوزيعة، وقد يكون محرر النصوص باسم آخر لديك، ثم فراغ ثم سلاش etc وهو المجلد الخاص بالإعدادات ضمن النظام، ثم سلاش و wget rc وهذا الملف الخاص بإعدادات البرنامج wget. الآن أقوم باختيار Enter ثم كتابة كلمة السر الخاصة بالنظام. هذا هو الملف الخاص بإعدادات البرنامج wget، وهنا نرى الإعدادات الخاصة بالبروكسي سيرفر. فإذا كنت تستخدم بروكسي سيرفر للربط على الإنترنت، فيجب إزالة
إشارة الهاش أو المربع الموجودة هنا، ووضع البروكسي سيرفر الخاص بك ضمن هذه الإعدادات، ثم حفظ الملف. ولكن هنا الربط على الإنترنت يتم بشكل مباشر دون وجود بروكسي، لذلك فنحن لسنا بحاجة إلى هذه الإعدادات، لذلك سأغلق الملف دون التغيير عليه. بعد التأكد من الربط على الإنترنت بالشكل الصحيح، نقوم بالذهاب إلى منيو، ثم Administration، ثم Synaptic Package Manager، ونقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بالنظام. لابد عند تشغيل Synaptic Package Manager من عمل تحديث لقاعدة البيانات الخاصة بالحزم، وذلك باختيار Reload، وهذا الأمر ضروري وخصوصا إذا كانت أول مرة نقوم بتشغيل Synaptic Package Manager. الآن نقوم بالبحث على الحزمة TTF MS Core Fonts Installer، وذلك بكتابة اسم الحزمة. الآن نقوم بعمل Right Click ثم Mark for Installation، ثم نختار Apply. وننتظر إلى حين إتمام تثبيت الحزمة. وهكذا تم تثبيت خطوط مايكروسوفت. أقوم بإغلاق البرنامج. سنقوم بتثبيت الخطوط على النظام من خلال التعامل المباشر مع مجلد الخطوط على النظام. في البداية سأذهب إلى متصفح الملفات، ثم الذهاب إلى جذر شجرة الملفات كما نرى هنا، والذهاب إلى المجلد الفرعي User، ثم المجلد الفرعي Share. الآن سأبحث عن المجلد Fonts، وذلك بكتابة الأحرف الخاصة به كما نرى، فنجد أن المتصفح توجه إلى المجلد Fonts. هذا هو المجلد في النظام الخاص بتثبيت الخطوط. الآن سأقوم بعمل Right Click ثم Open As Administrator، وأقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بي، سأقوم بإنشاء مجلد فرعي باسم مثلا My Fonts ودون وجود فراغ ضمن الكلمة. وبالذهاب إلى الجزء الخاص بالويندوز أو السي، والذهاب إلى مجلد ويندوز ثم مجلد فونتس، بإمكاننا أخذ بعض الخطوط من نظام الويندوز، وسأقوم باختيار هذه الخطوط ثم عمل كوبي والعودة إلى المجلد الذي قمنا بإنشائه My Fonts. نقوم الآن بعمل بيست. يجب الآن التأكد من أن الصلاحيات الخاصة بالملفات تكون بالشكل الصحيح، لأنه قمنا بنسخ ملفات من مجلد خاص بنظام الويندوز فسوف تختلف الصلاحيات. لذلك سنقوم بعمل Right Click على الملفات بعد اختيارها، ثم أخذ Properties، ثم الذهاب إلى Permissions أو الصلاحيات. أولا نتأكد أنه في خيار Owner لدينا الخيار Read and Write. الآن بالنسبة للمجموعة أو جروب يكون الخيار فقط read only كما نرى هنا، وفي خيار others يكون read only. ونزيل التفعيل
عن allow executing file as program. ثم نختار close. وبعد التأكد من الصلاحيات للملفات نقوم الآن بتشغيل برنامج terminal أو الطرفية وكتابة هذا الأمر sudo براه fc داش ثم كلمة كاش براه minus f v. ونتأكد من كتابة الأمر small letter ومن وجود الفراغ كما هو مبين هنا. وهذا الأمر يقوم بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالخطوط على النظام. سأقوم بكتابة كلمة السر ثم ننتظر إلى حين تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالخطوط. تم الانتهاء من تحديث قاعدة البيانات، وبهذا نكون قد انتهينا من تثبيت هذه الخطوط. أقوم بإغلاق المجلد. للتأكد من أن الخطوط قد تم تثبيتها على النظام، سأقوم بتشغيل برنامج ليبر أوفيس، وذلك بالذهاب إلى قائمة أوفيس ثم ليبر أوفيس رايتر. وهنا نرى الخطوط الموجودة مع النظام. سنلاحظ مثلا تثبيت الخط Arial وهو من الخطوط الخاصة بمايكروسوفت، كذلك Times New Roman، وهذه الخطوط التي قمنا بتثبيتها من خلال التعديل المباشر على مجلد الخطوط في النظام. إذن فقد تم تثبيت الخطوط بشكل صحيح. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الجزء، ونلقاكم في جزء قادم إن شاء الله.